بعد منافسة مع أمهار مواليد عام 2015، يليه المهر وزير الأمل ابن وزير الخيل والأم بنت العزيز، الملك الطفل عبودي أبو صلاح، المدرب سامي الزعبي، والخيال سيكون أيضا سامي الزعبي. يليه البطل نجم الريال ابن البطل شيخ البدو والأم بنت فيكتوريا، الملك سامي حجاج، تدريب اسطبلات الريال مدريد سيقود المدرسة سالم العقبي. معي صاكي يا زلمه، سلمان مقفل من السياره. اه عاد رايح يجيب لي صاكي، ولا شيء خليني. إذا رابع الداخلين إلى الميدان هو المشهر ابن الباشك والأم سلطانة النفوس، للملك والمدرب حسين العساوي سيقود الخيال دور بن منشي. المشهر هو الآخر برصيده عدة مراتب أولى، حل أولا في ميدان مركز الأراضي المقدسة، اليوم أتى إلى ميدان المذبح لينافس خيول الفئة الأولى لأمهار مواليد عام 2015. روعة. المالك محمود غازي حماد، المدرب غازي حماد سيقودها الخيال سلمان الأعسم. المالك محمود غازي حماد، المدرب غازي حماد أبو محمود، وعلى صهوتها الخيال سلمان الأعسم. أولى المنطلقات بعملية الإحماء بطلت ميدان المطار، والمهرة التي أبرزت السيطرة في مركز الأراضي المقدسة أتت اليوم إلى ميدان المذبح لتنافس الذكور على صدارة شوط الفئة الأولى لأمهار مواليد عام 2015. سامي زعبي على صهوة المهر وزير الأمل ابن وزير الخيل والأم بنت العزيز، ثاني المنطلقين بعملية الإحماء في شوط الفئة الأولى. وأي شوط؟ شوط يجمع الأبطال صغار السن ولكن كبار الفعل، كما قلت هيام الطور بطلة ميدان المطار، نجم الريال بطل ميدان الشهيد ياسر عرفات وبطل ميدان قنا الجليل، ديبالا نائب بطل ميدان المطار، وزير الأمل الوصيف الثالث في بطولة قنا الجليل، المشهر هذا المهر صاحب عدة إنجازات في ميادين السباق، كما قلت آخر إنجازاته كانت في ميدان الأراضي المقدسة. وآخر الداخلين إلى الميدان أسطورة ابن كريم والأم بنت كوكتيل، للملك حسين عساوي، المدرب أدهم شعبان سيقود الخيال عمر غدير. بدأت الأمهار تنطلق شيئا فشيئا، المدرسة سالم العقبي على صهوة البطل نجم الريال ابن البطل الكبير شيخ البدو، والأم هي سيكريت بنت فيكتوريا، المالك سامي حجاج أبو موسى، تدريب الصبل الريال مدريد، وعلى صهوته المدرسة سالم العقبي. يليه المهر وزير الخيل ابن وزير الأمل عفوا ابن الفحل وزير الخيل والأم بنت العزيز مع الخيال والمدرب سامي زعبي. أحمد أبو جبل على صهوة نائب بطل ميدان المطار، ديبالا ابن الصعيدي للملك والمدرب أسد غرفات، وعلى صهوته أحمد أبو جبل. إذا عمر غدير على صهوة المهر أسطورة ابن كريم والأم بنت كوكتيل، المالك حسين العساوي، المدرب عمر شعبان، وعلى صهوته الفارس عمر غدير ابن الباشك والأم سلطانة النفوس، الملك والمدرب حسين العساوي، وعلى صهوته دور بن منشي اخر المنطلقين بعملية الاحماء. اولى المنطلقات هي البطلة ميدان المطار والمهرة التي ابرزت السيطرة في مركز الاراضي المقدسة، البطلة هيام الطور برفقة الخيال سلمان الاعسم. لا ندري ولا نعلم اذا كانت ستبرز السيطرة هذا اليوم بين الذكور على ميدان المذبح. يليها ديبالا نائب بطل ميدان المطار مع أحمد أبو جبل، هل سيكون ديبالا بطل هذا الشوط
أم لا. لحظات وثواني معدودات لإطلاق شوط الفئة الأولى. إذن على بركة الله تعالى انطلقت خيول الشوط الثاني بانطلاقة نارية وصاروخية متوقعة من هيام الطور مع سلمان الأسم. ديبالا مع أحمد أبو جبل بالمرتبة الثانية ونجم الريال بالمرتبة الثالثة بانطلاقة صاروخية. كرابة المنعطف الأول ما زالت هيام الطور تحافظ على صدارة هذا الشوط. هيام الطور الآن ما بين المنعطفين متصدرة على حساب الذكور. ديبالا بالمرتبة الثانية ونجم الريال بالمرتبة الثالثة. الخيول الآن تخرج من المنعطف الثاني مصبية نحو الخط المستقيم. هيام الطور ما تزال متصدرة لهذا الشوط. هيام الطور ما تزال متصدرة على حساب الذكور. ديبالا يندفع من الداخل. نجم الريال يندفع من الخلف. هيام الطور ونجم الريال ودوبالا. هيام الطور نجم الريال ودوبالا. سلمان الأسم وسالم العطل وأحمد أبو جبل. شوف هذا الدخول الثلاثي. شوف هذا الصراع الثلاثي. نجم الريال وهيام الطور. 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 يا سلام. دخول ثنائي جميل. نجم الريال. مثير. يا سلام يا سلام يا سلام. هيام الطور ونجم الريال سالم العطي وسلمان الأعسم بصراع بالثاني أشواط هذا المهرجان بزمن قياسي مثير لهذه الأمهار. دقيقة وتسع ثواني لمسافة 1020 متر. نجم الريال وهيام الطور. هيام الطور انطلقت بالصدارة إلا أن نجم الريال خلص الفارق. نحن بانتظار النتيجة النهائية من لجنة التحكيم. شباب حبايبنا رجاء التحلي بالروح الرياضية الأخوية. ومن ثم قرار الحكام هو القرار الأول والأخير للحكام. هيام الطور ابن الطور مبروك. ألف مبروك لسامي حجاج وغازي حماد أبو محمود. أبطال نعتز بها ونفتخر. هيام الطور هذه البطل التي نافست الذكور. ونجم الريال هذا البطل الذي قلص فارس كبير وحل أولا ليتقاسم المرتبة الأولى كلا الأبطال بتتويج ثنائي وروح رياضية أخوية. الأخ أكرم عواودي يقوم بتتويج أصحاب المراتب الأولى. مبروك لهيام الطور ونجم الريال. مبروك لغازي حماد أبو محمود وسامي حجاج أبو موسى. مبروك ألف مبروك. بقيادة رائعة وحكيمة كانت من سالم العقبي وسلمان الأعسم بشوط رائع ومثير هنا على ميدان المذبح. مبروك لكلا الأبطال نجم الريال وهيام الطور. مبروك ألف مبروك. تتويج ثنائي أخوي مع المايسترو الطائر على أغرفات أبو حسين. مبروك لنجم الريال ومبروك للبطلة الواعدة هيام الطور. مبروك ألف ألف مبروك. إذن فليتفضل صاحب المرتبة الثانية في هذا الشوط المهر البطل الغني عن التعريف ديبالا ابن الصعيدي للملك والمدرب أسد غرفات والقيادة كانت لأحمد أبو جبل. فليتفضل للتتويج. إذن حل ثالثا في هذا الشوط ديبالا ابن الصعيدي للمالك والمدرب أسد غرفات وعلى صوته كان الخيال أحمد أبو جبل. الأخ أكرم عواودي أبو العدنان يقوم بتتويج صاحب المرتبة الثالثة في هذا الشوط الثاني عفوا ديبالا ابن الصعيدي. مبروك لأسد غرفات. مبروك لفرسان الغرفات أجمعين والخيال أحمد أبو جبل. مبروك للفائزين وحظا أوفر للذين لم يفوزوا إن شاء الله. ننتقل إلى مجريات الشوط الثالث.